بالضبط ايش اللي صار؟ انفجار ضربه يمكن فوق نفس المخيم جبل اللي صارت. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. مربع كامل تم مسحه في هذا عمليات البحث ما زالت مستمرة عن مصابين وشهداء. بس راح تصور ورانا الوكيل. باش سكر كل طبعاً المنزل المدمر يضم أكبر كمية الإصابات كبيرة جدا فاقة المئات. Thank you.